يسعد اوقاتكم اصدقائي، واهلا وسهلا ومرحبا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نحكي عن العملة الجديدة اللي نزلت على اللعبة اللي صارتوا تشوفوها بخانة العروض، اللي هي الجواهر او الجواهر الكريستالية او الكريستالات اللي بتكون بسموها كريستال. طيب هاي العملة شو الفكرة منها وشو الفائدة منها؟ رح نحكي بالتفصيل، بس قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شيء جديد وتحطوا لايك للفيديو، ويلا خلونا نبدأ. مبدئيا هاي العملة عملتها بيكسونيك كرمال بالبداية، كانت أول موجودة بس بروسيا للعيبة الروس اللي ما بيقدروا يشحنوا عن طريق جوجل بلاي أو ابل ستور، لانه كان في عليهم عقوبات وحظر، فما بيقدروا يستعملوا شو اسمه المتجر نفسه النظامي، فكانوا يشتروا هاي العمله وهي العمله يشتروا فيها جوا اللعبه. هلا انطرحت لكل اللاعبين بهدف تسهيل الامور على بعض العالم اللي ما بتقدر تشحن، والهدف الاهم من هاد هو انه طريقه لا تساعد غيرك. هلا حنحكي كيف شلون. طيب شو فكرتها؟ فكرتها ما بتختلف تماما عن الشحن العادي، مثل ما ملاحظين سعر اي عرض نفس سعره بالدولار، فاللي سعره 3.99 دولار سعره 399 من هاي العملة. واذا بدك تشتريها الحبة منها شايف الفين الخمسين بخمسة دولار، فنفس السعر، حرفيا نفس السعر، ما بتفرق معك باي شيء. فانت فيك تشتري بالدولار مباشرة وفيك تشتري من بالعملة اذا كان معك من العملة. طيب كيف فيني اجيب هاي العملة؟ طبعا فيك تجيبها عن طريق انك تشتري من هون، ولكن في طريقة افضل من هاي وحترخص عليك الامور اكتر، الا وهي الشق الثاني من هذا الموضوع اللي ليش طرحتها بيكسونيك لهي العملة بهذا الوقت. حاليا بيكسونيك طرحت الموقع الخاص فيها الجديد اللي عم تشوفوه قدامكم، هذا الموقع اللي تشتري منه عروض مشكلة من الموارد، في عندك الفضة، في عندك الذهب، عندك البلاتينيوم، المفاتيح، المايكروتشيب، الموموريوم، حتى البريميوم وحتى العملة الجديدة. فعن طريق هذا الموقع فيك تشتري اي شيء من هاي الموارد وبأسعار يعني منافسة، يعني هلا مثل ما لكم شايفين بالنسبة للعملة الجديدة، المفروض انت تشتري من هاي العملة الجديدة وتروح تشتري عروض جوا شو اسمه، فانت اذا بتاخذ من العروض الكبيرة مثلا هذا ال 25 بيعطيك 1% زيادة من العملة، فانت بتشتريها هون بتروح تشتري بقلب اللعبة فبيصير عليك اوفر، وكل ما كترت الكمية بيصير عليك اوفر. فانت اذا اخذت مثلا تبع ال 200 دولار مثلا هاي فحتعطيك 5% اضافة، يعني فوق ال 20,000 حيجيك كمان 5% من الدي جيم، مسمينها الدي جيم، ف5% على ال 20,000 يطلعوا رقم محرز ترى، على كل 1050 على 10,500 يعني بيجيك 1000 على ال 20,000، هون 3 بيجيك 300 على ال 10,000، فيعني بادرة جيدة. طيب هي بالنسبة لك شو بدك تستفيد اذا انت بدك تشحن. طيب كمان الموقع بيقدم لك ميزة تانية، انه انت لما بدك تشتري فينا نعمل شراء هون، انت بتقدر تعمل شراء وتضيف اي اكاونت اي دي بدك اياه، مثل ما انتم شايفين هذا الاكاونت تبعي على منصة ستيم، لان المفروض انا بدي اعمل ضيف شخص تاني، فبشوف المنصة تبعه وبحط الاي دي تبعه هون باختصار اي شيء، يعني خلوني ناخد اي دي واحد من الشباب رفقاتنا مثلا، خلينا نعمل هيك ونشوف مثلا هاي بشار مثلا بلاير اي دي، اخذت الاي دي تبع بشار، شايفين منصته بي سي، فبجي بحط بي سي ستيم، بحط الاي دي تبعه وبكمل وبكمل الشحن وعادي، وببعت له الجيم اللي هذا بيوصلوا على حسابه. فانا هي طريقة لانك انت اذا حابب تساعد واحد من اصحابك بدون ما تقول له هات حسابك وبشحن لك وكذا،
بتفاجئه فيها مثلا مفاجأة، خلص تبعت له اياها وما بيعرف انه هاي شو اسمه، بعدين بتقول له والله هدول انا شحنت لك اياهم مثلا، يعني على سبيل المثال. بالمستقبل ان شاء الله اذا بدنا نعملكم كمان لحنا مسابقات، ودي مثلا نظمت مسابقة او عملنا بطولة وحبينا نحط جوائز للمتابعين، هاي طريقة سهلة لانه نوصل لكم الجوائز. فيعني الموقع فيه خيارات جيدة لتفيدنا بالمستقبل، خطوة جيدة انا بلاقيها. هاي بالنسبة للعيبة شو حيستفيدوا منه. هلا حاجي لكم انا بكسونيك شو مستفيدة منه. بكسونيك مستفيدة انه انتو ما تشتروا عن طريق المتجر النظامي تبع جوجل بلاي او ابل بلاي او الستيم. ليش؟ لانه لما تشتروا عن طريق هذيك المتاجر، هذيك المتاجر لها نسبة حصة من الشيء اللي عم تشتروه، في بيروح نسبة تقريبا 30% لهي المتاجر بنخصم من بيكسونيك. فهن انت لما حتيجي تشتري انت من موقعهم مباشرة حيوفروا على حالهم هي 30% اللي عم تروح للمتاجر. فلهيك هن عم يعطوكم شوي يعني مثل ما بيقولوا ارخص هون، فبالنسبة لهم هن كسبانين. طيب طيب انت بدك تقول لي ليش انا اختار الموقع ما اختار شو اسمه؟ لا، سبب اختيارك للموقع مثل ما قلت لكم اولا واخيرا كرمال هالزيادات البسيطة عم يحطوها، وحكوا انه ممكن بالمستقبل حينزلوا عروض اكثر على الموقع، يعني حيكون في عروض ومثل ما لكم شايفين في المتجر والمنتديات، فلسه في عندهم يعني تصور اكبر للموقع، بدهم يدعموه بعروض اكثر، ممكن يكون في عليه عروض احسن من عروض اللعبه. وفي اضافه تشجيعيه تانية عملوا لنا اياها الور روبوت، انه اعطونا كود انت لما بدك تيجي تشتري بتحط حساب تبعك وبتعمل كونتينيو، بيجي بيقول لك في اذا حابب انت تدعم الكرييتر المفضل عندك حط الكود تبعه كرمال تدعمه. فاي حدا حابب انه يشتري من الموقع وحابب يدعمني فيه يحط الكود تبعي اللي هو اسم قناتي بلاك ايجل، وهيك بدعمني فبيصلني انا يعني نسبة من الشيء اللي حيشتري. هاي النسبة هي 10%، انت ما حتخسر شيء، انت حتدفع المبلغ نفسه اللي حتشحن فيه مثل كأنك يعني اذا حطيت اسمي او ما حطيته حيكون نفس القيمة، ما حيقدم لك اضافة. للأسف احنا حاولنا معهم انه احنا اذا بده يحطوا الكود تبعنا اوكي هو بده يدعمنا، ولكن لازم على الاقل يجيهم شيء. فقالوا لا احنا عاملينها هلا بالبداية كتجربة انه بس كرمال يدعموكم، ممكن بالمستقبل يعملوها انه يصير يعمل تخفيض، نأمل هذا الشيء للأمانة، بس حاليا عاملينها بس للدعم. فاللي حابب مثل ما حكينا حابب بده يشحن عن طريق الموقع حابب يدعمني يحط الكود تبعي اللي هو اسم القناة بلاك ايجل، كون كتر خيركم. بس لازم نوهك ونبهكم على شيء كتير مهم، لما بدك تشتري عن طريق اللعبة، لما تجي تفوت عن طريق الستيم وتشتري اي عرض باللعبة او اي موارد باي طريقة عن طريق اللعبة دايركت، تشتري عن طريق الستيم، تشتري عن طريق الجوجل بلاي، عن طريق الابل ستور، لما تشتري عن طريق هدول المنصات انت في عندك خلينا نقول حماية للمستهلك من طريق هدول المنصات. يعني هاي المنصات بتقدم لك حماية للمستهلك في حال ما وصلك العرض لا سمح الله، في حال صار في اشكالية بالدفع، في حال في حال في حال بتقدم شكواك للمنصة نفسها وهي بتعالج لك المشكلة وبترجع لك فلوسك اذا صار في اشكال وكذا. بينما اذا اشتريت عن طريق موقع بيكسونيك اللي هو هاد، بصير تعاملك مع بيكسونيك، انا ما عم بقول انه حياكلوا عليك ولا شيء، ولكن التعامل مع بيكسونيك صعب يعني ومعل القلب. انا واحد من الشباب صاحبنا بالديسكورد صار له اسبوعين عم بيعالج معهم على خدني وجيتك مشان 3 دولار دفعهم وما وصلوا العرض، وهذا عن طريق منصة الماي جيم اللي هي اللانشر تبعهم. ف حبيت نوه على هاي النقطة كرمال تكون واضحة وصريحة للكل. بس موضوع الموقع شغال 100%، وحبيبنا طارق الله يجزيه الخير اليوم جرب اول تجربة اشترى عن طريق الموقع وحط الكود تبعي وفعلا وصلتني انه الدعم. فقلت خليني اشرح لكم الموقع وتعرفوا فكرة الجيمات وتعرفوا فكرة الموقع تستفيدوا ممكن
وإذا حد حب يفيدنا كمان لا تنسون الكود تبعنا، حتلاقوا الرابط تبع الموقع بوصف الفيديو مع الكود الخاص فيني. وأي استفسار حدا عنده بالنسبة لخصوص العملة الجديدة، أو في شي مثلا أنا فاتني ما وضحت لكم إياه عن الموقع أو العملة الجديدة، يسألني بالتعليقات وإن شاء الله برد عليه. بس هذا كان كل شي لفيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا واستفدتوا. أشوفكم على خير في فيديو جديد، إلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.